الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول أنه مسافر وأراد أن يصلي العشاء قصرا مع مقيم يصلي المغرب، فأدرك معه الركعة الثانية، ولما سلم الإمام سلم معه، فهل صلاته صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين. في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو القول بصحة صلاة العشاء في هذه الصورة. فإن قلت وهذا الجلوس الذي يفصل بين الركعتين أولا يفسد صلاة العشاء عليه؟ لأن صلاة العشاء مقصورة تكون بركعتين متتاليتين من غير فصل جلوس، فأقول إن هذا الجلوس الزائد بين الركعتين إنما فعله المأموم لضرورة الاقتداء بإمامه. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الزيادة التي تحصل في نظم صلاة المأموم أو النقص لمراعاة الاقتداء بإمامه مغتفرة شرعا. فقد يحصل في بعض صلاة المأموم المسبوق شيء من الزيادة أو شيء من النقصان، فهذه الزيادة أو النقص بسبب الاقتداء بإمامه لا يخل بنظم صلاته ولا بالترتيب الذي هو ركن من أركان الصلاة. فإن قلت أوليس المسافر إذا اقتدى بالمقيم يجب عليه الإتمام؟ فأقول في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم أيضا، والقول الصحيح والله تعالى أعلى وأعلم أن المسافر إن أدرك من صلاة المأموم ما يتمكن معه من القصر بلا إخلاف بوجوب الاقتداء فإنه يجوز له حينئذ أن يقصر ولا حرج عليه، لأن قصره فيه تحصيل لمصلحة وليس فيه الوقوع في مفسدة مخالفة الاقتداء بإمامه. وأما إذا أدركه في موضع من صلاته لا يمكنه أن يقصر إلا بمخالفة الاقتداء بإمامه فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يتم. وهذا قول وسط بين من أجاز له القصر مطلقا وبين من أوجب عليه الإتمام مطلقا، وخير الأمور أوساطها. فصلاة العشاء في حقك أيها السائل على هذه الصورة صحيحة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، والله أعلم.